الحديث عن الجولة، وبقول لك إنه إحنا نتكلم عن الجولة هذه فعلا جولة مفاجآت. الجولة هذه كل فريق تحت فاز فيها، هذا واحد. الجولة هذه الاتحاد خلينا نقول لأول مرة يكون استحواذه أكثر من الهلال. هذه تعتبر برضه، شوف الهلال فاز، ولكن الهلال ترى على فكرة مغير طريقة لعبه، مو الهلال اللي يدخل في ملعبك ويلعب. الجولة هذه الاتحاد تسديداته أكثر من نادي الهلال. الجولة هذه أنا متأكد أن دياز والمسيرين لنادي الهلال يعرفون الهلال مش الهلال، مو الهلال اللي داخل طول المباراة وهو داخل ملعبك تلعب معه على المرتدات، لا. الهلال الجولة هذه من المفاجآت أنه فاز على الاتحاد، أنك تتكلم أنت قبل المباراة أنت جالس تلعب مع فريق تسعة كلين شيت، مع فريق ما خسر ولا مباراة، مع فريق ما عمره جاء فيه هدف حتى في الشوط الأول، وتجي على فريق لا من الجولة الخامسة وداخل في تعثرات. وعنده برضو الخبر اللي إن شاء الله يقوم بالسلامة لعبد الله المالكي، هو الفريق الآن يلعب بحس المعيوف، لا زال المعيوف هو اللي جالس يقاتل لوحده. يحتاجون الفريق البقية الباقية ومعهم كاريلو برضو ومعهم سعد الحميد، يحتاجون إلى أكثر، إلى أكثر روح، إلى أكثر تحفيز. أنت لازلت في المنافسة ولازلت برضو فعلا الهلال خلينا نقول يعيش تحت ظرف انه مثلا ما يقدر يسجل لاعبين. هذه اشكاليه في الاستراتيجيه عند نادي الهلال، من سرير نادي الهلال، انك انت في مرحله مع جادين كنت قاعد تغير لاعبين، تتوقف فترتين، هذه بتاخرك على التعديلات اللي ممكن تجيها. يعني الانديه الثانيه اللي قاعده تنافس ممكن تغير وتطور، انت متغير عنها فترتين. فانا اعتبرها فوز الهلال، انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي، هنتكلم على الورق وعلى المستوى الفني بالعكس من المفاجأة، ولكن تتكلم فيها على كلاسيكو تقول لا الهلال فريق متمرس، عقليته وذهنيته خبرة لاعبينه كل الأشياء هذه خلت تفوز.